امتى ممكن يكون في منتخب مصر للرواد على شاكلة كافة الدول الأخرى؟ والله يا كابتن كريم، هو أنا أتمنى بصراحة، أتمنى أن أنا يعني حاجات كتيرة الواحد يقدر يحققها بصراحة، بس يمكن اللي احنا ما قدرناش نحققه الفترة اللي فاتت نتمنى أن احنا نحققه الفترة الجاية، ويمكن يكون الرواد ونشاطهم وحماسهم وطبيعتهم الجميلة وأعمارهم اللي هو بيضحوا بوقتهم وديجوا البطولة وبتاع ده يدينا دفعة أن احنا نبتدي نفكر في حاجات كتيرة كويسة ليهم، لأن هم برضو بصراحة بيتحملوا تقريبا جزء كبير جدا من التكاليف من جيوبهم الشخصية. تخيلوا انتوا حد عنده 80 سنة بيسيب بيته ويسافر ويقعد في فندق عشان يروح يلعب بطولة ويمارس بطولة ويرجع وبتاع، فالموضوع اعتقد ان هو كتر ألف خيرهم. زي ما بيقولوا كده، هي الناس عملت اللي عليها وزيادة، الباقي بقى بإذن الله ان احنا نقدر نوفر الأفكار الجميلة اللي انت بتقولها. ويمكن كلامك ده برضو يكون دفعة قوية لينا، وإن إحنا نقدر بإذن الله رب العالمين نحقق جزء من اللي هم بيحلموا بيه. أنا نفسي بصراحة مش إن أنا يعني هم مش هم بس اللي بيحلموا، هم الأسوياء بيحلموا بحاجات كتير، والبارالمبي بيحلموا بحاجات كتير، والرواد بيحلموا بحاجات كتير، وأنا كمان على المستوى الشخصي بصراحة بحلم بحاجات كتير.